أهلا وسهلا. اليوم أنا في مكان يفخر فيه كل مواطن سعودي، لا كل مواطن عربي بعد، في أكبر مختبر في الشرق الأوسط، مختبر طبي. اللي وراي هذا هو أكبر جهاز على مستوى العالم والأول من نوعه، ما في أي دولة على مستوى العالم تمتلك مثل هذا الجهاز اللي طوله 50 متر. المختبر الإقليمي في مدينة الرياض موجود في مدينة الملك سعود، اللي هو يسمونه أول مستشفى الشميسي. كثير منكم يعرفون مستشفى الشميسي، ما يعرفون مدينة الملك سعود. جابوا هذا الجهاز واليوم هو أول يوم يشغلون هذا الجهاز. هو عبارة عن جهاز لتحليل عينات الدم. تخيل أنه خلال يوم واحد هذا الجهاز الحالة فل أوتوماتيك، يشتغل آليا كامل، ما في تدخل بشري نهائيا، يحلل أكثر من 35,000 عينة دم وتحفظ في ثلاجات هناك لمدة أسبوع كامل، عشان لما يطلبها الأطباء يردون يرجعون لها. العينات اللي تحلل هنا على طول أوتوماتيك تروح إلى المرضى، وكل مريض يعرف بالضبط إيش هو التحليل حقه أو نتائج التحليل حقه. الميزة في هذا الجهاز أنه أنت تجيب العينات الدم بهذا الشكل، تكبها كلها أو تصبها كلها جوا هذه المنطقة. الجهاز عن طريق الباركود يتعرف على كل عينة ولأي مريض، وين غرفته ولا وين فيه ولا في أي منطقة في الرياض هو موجود. بعد كذا يبدأ الجهاز يأخذ ويبدأ يحلل ويقسمها، سواء كان على حسب تحاليل، عاد أنا مالي علاقة في الأشياء الطبية، لكن على حسب تحليل الدم إنه إيش مطلوب منه، فيبدأ يروح للأقسام حقته ويبدأ يحلل العينات وخلاص، ويرسل المعلومات كلها على ملف المريض وللأطباء اللي طالبين هذه العينات. الأخوات اللي جالسين هنا واقفين وراي والأخوان اللي يشتغلون هنا في المختبر شغلتهم شغلة واحدة بس، مريحهم بالجهاز، شغلتهم هي المراقبة بس، هم يراقبون على الأجهزة على الشاشات هذه وبس، لكن ما يتدخلون بأي شيء غير هم يحطون العينات في المنطقة اللي وريتكم إياها تو، وبعد كذا هي تروح على طول دايركت تحلل وتروح إلى الثلاجات. ما في تدخل أي بشري، نسبة الخطأ في هذا الجهاز قد تكون 0%، يعني ولا شيء. جهاز زي هذا ما هو سهل صناعته أو حتى تجميعه، اشتركت فيه 4 شركات عالمية، من ضمنها وأشهرها سيمنز، روش، وشركة والله ما أدري شو اسمها، بس إنه 4 شركات عالمية من أقوى الشركات اللي تصنع أجهزة طبية عشان يطلع هذا الجهاز. في معلومة صغيرة إنه هذا الجهاز سويسرا تمتلك واحد زيه لكن لسه ما شغله، فيعتبر هذا الجهاز هو أول جهاز على مستوى العالم. جهاز سويسرا حيكون هو الثاني. إن هذا الجهاز يشتغل تلقائي لأنه الأخصائيين موجودين، أخصائي المختبرات موجودين، والشاشات موجودة في كل مكان، والرقابة موجودة عليه. فشوف أنت من هنا الجهاز يبدأ، من هناك إلى هنا، طبعا جاي بشكل يو تقريبا، يو أو شكل مربع، فهو ماخذ كذا بشكل مربع. معلومات أكثر معي صديقي هشام الأشيوان، أخصائي مختبر، هو أصلا شغال في هذا المختبر. هشام، أنا تكلمت أنه 25,000 عينة في اليوم، لا 35,000 عينة في اليوم، أي 35,000 عينة، و25 مليون فحص مخبري في السنة في هذا الجهاز، في هذا المختبر. على فكرة المختبر الآلي هذا يخدم 39 مستشفى و300 مركز صحي، ويخدم جميع المستشفيات والمستوصفات الآلية في منطقة الرياض. طيب بعد الرياض بإذن الله الحين في خطة قادمة أن هذا المختبر يخدم المملكة كاملة من شمال الجوف لين جنوب نجران بإذن الله تعالى، يعني بيخدم المملكة كاملة. يتحمل المختبر هذا الجهاز يتحمل الجهد كله. الآن إحنا في الساعة الواحدة الجهاز هذا يشيل 1500 أمبول في الساعة الواحدة، ما بالك في اليوم كامل أو في الشفت الواحد. الله يعطيك العافية يا رب. على العموم أنا سويت تغطية كاملة من سنابي عن هذا المختبر والإنجاز العظيم، وتكلمت عن أرقام وإحصائيات. بيحط لكم الأخ منصور الحين الكود، وشوف التغطية كاملة. فك شوف التغطية كاملة، وبإذن الله تعالى كل ما يدور في أذهانكم عن هذا الجهاز تشوفونه في هذا الجوال. حتى لو ما كنت بسم البروان من فوق ترى نصور. لا اي والله البروان من فوق هنا. أي أشوف السحب فوق. حتى لو ما كنتوا أنتم مهتمين في الطب، لكن أقل شيء تهتمون في أشياء تخص بلدكم، أشياء زي هذه إحنا نفتخر فيها، والناس اللي تحب السعودية أكيد بيفتخرون. شوفوا التغطية كاملة عن أنا أقول افرح يا وطن بإنجاز شبابك. أي والله افرح يا وطن.